عقوبات قاسية على نادي الزمالك بعد تنظيم نهائي الكونفدرالية والشماريخ ومصطفى شلبي وأحمد سليمان وشيكابالا وابن شيكابالا واللي حصل في نهائي الكونفدرالية. في عقوبات قوية جدا تنتظر نادي الزمالك، والنادي الزمالك مش ناقص عقوبات يا جماعة، بس التنظيم انت شفتوا التنظيم كان عامل ازاي. طبعا حضور جماهيري ولا أروع، لكن التنظيم في الملعب ولا أسوأ. ورحيل محمد الشناوي هل يرحل عن النادي الأهلي وهيرحل ليه؟ وإيه النادي اللي ممكن يروح محمد الشناوي؟ لأن بعد تألق مصطفى شوبير، وكمان هنتكلم يا جماعة عن الاستعدادات الأهلي والترجي والساعة الجماهيرية والحضور الجماهيري، هيبقى زي الزمالك ولا لأ؟ طب الدخول هيبقى كام؟ العدد المسموح به كام؟ الدعاوي كام؟ هيبقى قصة كبيرة جدا في ماتش الأهلي والترجي. ففيديو ناري، فيديو فيه معلومات قوية جدا يا جماعة، وهنشارك بعض الآراء فيها لأن فيه كلام محتاج أسمع رأيكم فيه. طبعا قبل ما ندخل في تفاصيل، رجاء تدعمونا طبعا باللايك الجميل والشير الحلو والكومنت، واهم حاجه الجرس عشان اي شيء جديد بيوصل لكم تكونوا معايا اول باول ان شاء الله. خلونا نبدا بتنظيم طبعا الكونفدراليه. طبعا بعد فوز نادي الزمالك بالكونفدراليه شيء جميل وباركنا، وفاز نادي الزمالك ببطوله كان محتاجها في الوقت دوت، وخصوصا نادي الزمالك طبعا في ظل كان ايقاف قيد ولاعيبه جديده وقائمه محليه وقائمه افريقيه. المهم ان الزمالك فاز بالبطوله، وشيء جميل شفنا حضور جماهير يا جماعه. انا بتهيألي اللي شاف المباراه دي وشاف العدد والناس اللي فوق السور والناس اللي جنب الشاشات والناس اللي في الطرقات والكثافه اللي موجوده لا يقل عن 100,000 متفرج. العدد ده ما اعتقدش انه حضر من ايام 86، يعني حضور ولا اروع. لكن لازم بنتكلم بين قوسين، التنظيم اللي في الملعب، المنظر السيء جدا، ابن شيكابالا نازل يعمل يا جماعه مع احترامي الشديد، فين يبقى في كردون كده موجود عن التصوير، الصحفيين يقفوا فين ويصوروا ازاي لازم يبقى في مسافه، يبقى في تنظيم يا جماعه، عيب لازم نتعلم. انت بتشوف يا جماعه الصحفيين في الدنيا كلها في نهائي اوروبا واقفين بيصوروا من مكان معين، مفيش حد يدخل، مفيش حد بيجيب ابنه مع احترام الشيكابالا، يعني مع احترام اللي جايب ابنه واللي جايب مراته، لا دي الكلام ده تعمله في دوره رمضان او في دوره محليه تجيب اللي انت عايزه، لكن دوره افريقيه لا، مع احترامي الشديد غير مسموح بيه تماما. لا، والكارثه ان رئيس الاتحاد كمان بيسلم على ابن شيكابالا بقى، وكان ناقص يطلع المصاصه يديها له، والكلام ده مع احترامي الشديد اللي حصل كارثه. والبنت عين الجميله اللي شايله الكاس لسه بتفرح وتاخد اللقطه تتضرب لها كتف قانوني كتعطيل، انا ما اعتقدش البنت دي يعني ذعر. ده يا جماعه اللي بيحصل ده مسخره، اللي بيحصل ده للاسف باللفظ قله ادب، ده مش تنظيم يا جماعه. فين الناس اللي بتنظم الملعب؟ فين الكردون؟ في المكان الصحفيين؟ ليه اللعيبه دخلت؟ الشماريخ، وما ادراك بالشماريخ، انت دلوقتي فتحت نار عليك. الشماريخ قالوا اللعيبه جايب مدخلاها معاها، وشويه قالوا لا ده الجمهور، فالحقيقه هتبان الايام الجايه. لان الشماريخ وقالوا مصطفى شلبي دخل غرفه الملابس وجاب الشماريخ، هل مصطفى شلبي ضرب الامن عشان يعني في كلام كتير طلع، فاحنا عايزين نشوف الحقيقه دي ونشوف الكلام ده، لان كل واحد غلط لازم يتحاسب، اي حد غلط في التنظيم لازم يتحاسب. اي لان يا جماعه انتوا للاسف اللفظ انت كده بتسيء لسمعه بلدك مع احترامي الشديد، يعني مع احترامي الشديد الشماريخ دي انا ممكن اقول لك مع المدرجات تعدي، لكن لعيبه تشمرخ وتطلع والكلام ده كله يا جماعه ما ينفعش. فعايزين نعرف الشماريخ دي كانت مع اللعيبه زي ما اتقال، واحمد سليمان بيشيل الكاس ويجري يا جماعه مع احترامي الشديد، احمد سليمان ماله ومال القصه دي كلها؟ ليه الاعضاء مجلس الاداره ما يبقوش في مكان كده ليهم ويشجعوا ونظام محترم؟ ليه ما يبقاش فيه شكل راقي لمجلس اداره نادي الزمالك والناس كل واحد عارف دوره؟ ليه اللعيبه جابت اولادها؟ ليه اللعيبه نزلت في عدد معين مسموح بتنزل في الملعب؟ غير كده ما فيش. انت شفت 3,000 واحد في الملعب يا جماعه مع احترامي الشديد، انت شفت شيكابالا وبيمسك الكاس مع احترامي بقى هو المفروض يمسكه ولا عمر جابر ولا ايا كان مين اللي يمسك الكاس، مش مشكلتي، بس الاهم على الاقل يبقى في كاردون واقف كده في سور بسيط والناس بتصور شكل حلو. لكن اللي حصل الجماهير كانت احلى حاجه في اليوم ده، والنتيجه اللي فرحت الجماهير، لكن تنظيم ولا أسوأ. والمفروض طبعا عقوبات ناريه تنتظر نادي الزمالك على كل ما حدث من تجاوزات، من شماريخ، من نزول لعيبه، من اللي جايب ابنه، من اللي جايب بقى مراته، من يعني تحس انه كان طهور، يعني عمليه ختان والناس بقى جايبه اللي كان بيحصل ده، انا اسف باللفظ، شيء يعني مش حلو، شيء يعني انا اسف يعني انا مش عارف اوصفه بصراحه، لكن شيء مش حلو. طبعا العقوبات في انتظار نادي الزمالك، ربنا يستر العقوبات تبقى كام وامتى وازاي، ربنا كريم. نروح للموضوع الثاني، محمد الشناوي. طبعا انباء بتتردد بشده عن ان محمد رحيل محمد الشناوي قد اقترب،
وبالفعل يا جماعه من انباء واخبار، انا على فكره مش متعود اجيب لكم اخبار، وما انا مش من النوع اللي بحب اجيب اخبار عشان تبقوا انتوا عارفين، لان الاخبار دي ممكن واحد يبقى كذاب، واحد مش عارف، وانا دايما بحب اشوف اللي اشوفه بعيني ومتاكد منه اطلع اقوله. فانا ما بحبش اطلع زي سين او صاد اللي يطلع ويدوكوا اخبار واللاعب الجديد للنادي الاهلي وتلاقي ثلاث ارباعه كسب اللاعب نادي الزمالك الصفقه الناريه وصفقه القرن وانتظروا واللاعب ومش عارف ايه واللاعب اوروبي ونهائي. انا ماليش، مع ان الجمهور بيحب كده، عشان كده قناتي يعني المشاهده فيها ضعيفه والاقبال ضعيف، لان انا مش بتاع الكلام ده. بس احنا بنحلل الوضع ان فعلا اقترب محمد الشناوي. محمد الشناوي باسمه تاريخ حارس عملاق وحارس منتخب مصر الاول بلا منازع وبلا منافس، يبقى مره واحده احتياطي النادي الاهلي، شيء يعني مش متعودين عليه. لكن لو اتكلمنا بالعقليه الاحترافيه، مصطفى شوبير عامل اداء رهيب، فده من احد اهم اسباب ان محمد الشناوي بيقترب، هو مستوى مصطفى شوبير. مصطفى شوبير وطبعا النهائي اللي دوري ابطال افريقيا، طبعا مصطفى شوبير اكيد هيقف ومحمد الشناوي هيقعد، فالحاجات دي سمعنا ان محمد الشناوي رافض حاجه زي كده، فبرضه اسمه حقه، يعني انا حقي يا تقعد، وده شرطي. المدرب خلاص شايف مصطفى شوبير وده ويستحق ده. انا بقول مصطفى شوبير لو ركب وكمل، مع احترامي الشديد، انت ضمنت حارس مرمى منتخب مصر وحارس مرمى النادي الاهلي كل على 10 سنين، ده اذا فضل على ثبات مستواه. يعني انت بتتكلم محمد الشناوي لما كان حارس بيبقى كام سنه ورا بعض، احنا عايزين نشوف بقى هيكمل ولا لا، هل هي طفره ولا لا، لما يمسك الفرصه ويستقر ويبقى الحارس الاساسي هيبقى مستواه هينزل ولا لا، كلام كتير. فمصطفى شوبير يعني بيثبت اعدامه، ومحمد محمد الشناوي بيقترب من الرحيل لاسباب كتيره جدا، اسمه وكبريائه، مع العلم ان محمد الشناوي الحارس رقم واحد في منتخب مصر. فهل يعقل الحارس مع حسام حسن الحارس الاول لمنتخب مصر محمد الشناوي ما يحرسش حارس مرمى النادي الاهلي؟ هيبقى في ورطه، هيبقى في مشاكل. ازاي حارس مرمى منتخب مصر ما بيقفش اساسي في ناديه؟ هتبقى يعني، وحسام حسن دماغه احنا عارفينها والانا، فهينفذ الكلام ده. فانا بقول اهو حلو للشناوي انه خلاص، مش من حقك يا عم، انا راجل بحب اللعيب اللي عايز يلعب، شايف نفسك حق وانك انت لازم تلعب، ده حقك. ما فيش، لا شكرا، بتروح نادي تاني وده حقك برضه، بمنتهى الاحترام والاصول. ونادي الاهلي في الامور دي ما بيتوصاش بالاصول وبالاحترام. عقد احتراف جالك يا معلم اتفضل، ونادي الاهلي بيستفاد واللعيب بيستفاد وكل واحد يشوف طريقه. طبعا نروح للموضوع الاخير بقى، الاهلي والترجي، وما ادراك ما الاهلي والترجي. والماتش هيبقى صعب جدا يا جماعه، صعب جدا 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 من الناحيه الفنيه في الملعب. خلي بالكم الترجي مش فرقه سهله، والنهائي مش هيبقى سهل على الاهلي ومش سهل على الترجي. انا بقول الماتش 50-50، بس توقيت الهدف، هل الاهلي هيخطف بدري؟ لو الاهلي خطف بدري هتبقى فوره، هيجيب الثاني والثالث. الترجي عدى وطلع الشوط الاول 0-0، لا بقول لك الترجي هيخطف، الترجي ممكن يخطف في الجيم. اذا الشوط الاول عدى الترجي ممكن يخطف، هيلعب على لعبه واحده، هيلعب على المرتدات، ينساسي هيلعب على غش، هيلعب على رودريجيز، عنده لعيبه، عنده في الكرات العاليه، هنشوف حاجات. المهم مش ده موضوعنا، الموضوع الفني احنا هنعمل فيديو بقى عن الماتش والنهائي وتفصيل التفصيل هنتكلم فيه. بس انا بتكلم بعد تنظيم نادي الزمالك والكونفدرالية والحضور الجماهيري، هل هنشوف حضور جماهيري لنفس بنفس كثافه عدد جمهور الزمالك؟ هل الامن هيسمح بذلك؟ هل بعد المشاكل والورطه والتنظيم السيء اللي حصل في مباراه الزمالك هياثر على الحضور في النادي الاهلي؟ لان انت بعد ما اللي حصل والتسيب والعدد والساعه الكامله والتذاكر اتطبعت كام واللعيبه كام والدعاوي كام، اتفاجئت باضعاف مضاعفه موجوده. فمعناها كده ان ممكن يبقى فيه تركيز وفيه اجراءات رادعه واجراءات شديده جدا على عدد الحضور الجماهيري والدخول في الملعب والخروج وحاجات تانية كتير قوي. فهنشوف الفتره اللي جايه دي هترسى على ايه. المهم الفيديو، معلش اذا كنا طولنا عليكم، المهم اذا عجب الفيديو شير كومنت والضغط على زر الجرس، ونشوفكم بخير.